إلى موعدنا اليومي مع أخبار البورصات الأمريكية مع مراسل فرانس 24 في نيويورك أحمد فتحي. أحمد، كيف أغلقت مؤشرات البورصات الأمريكية اليوم؟ نجيب، اليوم البورصات الأمريكية أغلقت على نتائج متباينة، فالداو جونز أغلق منخفضا حوالي 9 نقاط، وهي لا تتعدى 1%، وعند مستوى 12,866. الناسداك ربما كان أفضل حالا واكتسب 16 نقطة، وبارتفاع 0.55% عند مستوى 2951. الاس ام بي 500 اغلق على بارتفاع 3 نقاط، وهي حوالي 0.25% عند مستوى 1666. الذهب اغلق منخفضا 6 دولارات عند مستوى 1598 دولار للاوقيه، وبرميل النفط انخفض دولارا وربع عند مستوى 83 دولار و71 سنت. على جانب الاسهم، انخفضت الاسهم الامريكيه عامه بعد صدور تقرير التصنيع الامريكي خلال شهر يونيو، وهو يشير الى انخفاض لادنى مستوى منذ 3 سنوات. وعملاق الصناعة الدواء جلاكسو سميث كلاين تدفع 3 بلايين دولار لتسوية اتهامات بالفساد، وهي أكبر غرامة من نوعها. نجيب. أحمد فتحي، مراسل فرانس 24 في نيويورك، شكرا جزيلا لك.